حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج، وصلنا معكم إلى فقرة مزايين الكتب. الكتاب الذي سنستعرضه اليوم في عام 2013 كان عبارة عن مقال، المقال وجد أصداء جيدة، كبرت الفكرة وكبر المشروع إلى أن أصبح كتاب. هذا الكتاب توسع إلى أن أصبح جزءا ثانيا، وكذلك كثير من الأحلام الكبيرة تبدأ بأفكار بسيطة ولكنها تنمو إلى أن تصبح كما سنستعرض اليوم، كتاب سفر برلك للكاتب الأستاذ محمد الساعد. سنستمع إلى قصة هذا الكتاب كاملة مع الأستاذ محمد الساعد، وسنعود لقراءة العرفج الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم وشكرا للأستاذ أحمد العرفج على الاستضافة في برنامج هلا بالعرفج. الأستاذ أحمد طلب مني أن ألقي إضاءة على كتابي سفر برلك الذي صدر قبل عامين عن دار مدارك للنشر، وأن أعطي فكرة عن الكتاب. الكتاب الحقيقة كان بأساسه مقال نشر في العام 2013 عبر العربية نت، ولقي ولله الحمد تفاعلا كبيرا، دفعني الحقيقة للتوسع وتحويله إلى كتاب بكل ما تتضمنه العملية الكتابية من الاعتماد على مصادر تاريخية، الذهاب باتجاه البحث عن معلومات حقيقية عن خفايا تلك المرحلة. والحقيقة إذا أردنا أن نصل تلك المرحلة فهي مرحلة محزنة ومخزية، تعمد الاحتلال العثماني في المدينة المنورة وفي أجزاء من الجزيرة العربية لإداقة أهاليها، يعني أصناف من العذاب ومن القسوة غير المبررة، وبالذات في المدينة المنورة عند مجاورين النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن المؤرخين قالوا بأن عدد السكان في تلك الفترة كانوا يتراوحون في حدود 40,000، لم يبقى منهم الحقيقة إلا بضع مئات، هم الذين نجوا من تلك العملية الإرهابية القسرية التي قام بها العثمانيون. ولعلنا نذكر يعني بعض تفاصيلها، العثمانيون تعمدوا تهجير السكان، وكانوا يخطفون الأطفال والرجال والنساء من الشوارع ويأخذونهم من البيوت بشكل قسري ويرحلونهم. الحقيقة حتى أنهم لم يرحلوهم كعائلات، وإنما رحلوهم كأفراد تقطعت بهم السبل، لم يكونوا يتواصلون، وقذفوا بهم في الشام وفي تركيا وفي ألبانيا وفي بلغاريا حيثما وصلت محطات الترحيل القسرية. الحقيقة أنها جريمة مروعة صادفت أهل المدينة المنورة، وهي جزء من ثقافة الاحتلال العثماني التي مارسها على سكان الجزيرة العربية وعلى السكان العرب حيثما كان هناك احتلال عثماني. الكتاب إن شاء الله هذا هو الجزء الأول منه، سيصدر جزء آخر بإذن الله قريبا، ربما في منتصف العام 2021 أو في نهايته، وأتمنى أن يلاقي نفس الاستحسان ونفس القبول الذي لقاه الكتاب الأول. لا يسعني الحقيقة في ختام هذا اللقاء إلا أن أشكر الأستاذ أحمد العرفج وأشكركم على المتابعة، ونلتقي بإذن الله في خير وإلى خير. شكرا للأستاذ القدير محمد الساعد 3 مرات، المرة الأولى لظهوره معنا في أهل بالعرفج يعني يحكي قصة الكتاب، الثانية على كل ما تفضل به من قصة وحكاية للكتاب، والثالثة لأنه دائم الوفاء لأهل بالعرفج، يعني كان معنا في فقرة المشي مع العرفج في الموسم الماضي، واليوم يكرمنا بالظهور الثاني. قبل أن نستمع إلى قراءة الدكتور أحمد العرفج لهذا الكتاب، وبما أننا مع بداية موسم، سنذكركم فقط بقواعد فقرة مزايين الكتب في هلا بالعرفج، وهي أربع قواعد. القاعدة الأولى أننا نقدم هذه الفقرة اقتداء بمقولة العقاد أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي. القاعدة الثانية أن ما يقدم من قراءة حول هذا الكتاب لا يغني عن قراءته والغوص في تفاصيله. القاعدة الثالثة أن الأفكار أو وجهات النظر أو الآراء التي تقال حول هذا الكتاب تخص الدكتور أحمد العرفج، وهي تقبل الاتفاق كما تقبل الاختلاف كما تقبل حتى النقد تماما، فهي تخص وتخص رؤيته وقراءته لهذا الكتاب. والقاعدة الرابعة أن نقدم هذه الفقرة فقرة مزايا الكتب مواكبة لما تدعو إليه رؤية السعودية 2030 من السعي نحو مجتمع مثقف يقرأ ويطلع ويعشق المعرفة. والتعليق عندك دكتور. شكرا لك وشكرا لصديقي الوفي أبو دعد. أول شيء خليني أبين على أهمية قناة روتانا.
احنا في البرنامج يا اهل بالعرفج هذا ثالث كتاب نستعرضه عن سفر بارلك الحال، وتحدث في قناه اخرى ركزت على الموضوع ده ومبكرين، وحتى كتاب الساعد هذا نوهنا عنه قبل صدور بسنه وقلنا سيصدر، واحنا سعداء لانه يكمل مسيره الفكره اللي احنا بدأنا فيها. ثانيا اعتقد انه ولا نذيع سر انه قناه روتانا ايضا تعمل على انتاج فيلم عن هذا الموضوع، وكنت احد الموجودين في هذا وسويت حوارات مع اثنين اشخاص ان شاء الله انهم على قيد الحياه من اللي مروا في تجربه سفر بارلك. خلينا نتكلم عن ابو دعد. ابو دعد انا طبعا صديق لي، صداقتي معاه تمر بمرحله مد وجزر تقدم وتاخر، لكن محمد السعد الكاتب والباحث انا اقدره صراحه، كتبه التي يكتبها ومقالاته تشبع. إذا كتب مقالا يملي، يعني خذ مثلا كتابته عن الرويس مثلا، تجد جاب كل ما يمكن أن يقال إيجابيا وسلبيا عن موضوع الرويس. محمد الساعد هنا كان من زمان صديق لي، ويقول لي أحمد أنه فكرة سفر بارلك باختصارها بكلمتين تتريك المدينة. في فترة من الفترات قبل 100 سنة، طبعا سفر بارلك أقول لك باختصار هو كلمة تركية تعني الترحيل أو الإبعاد أو النفي القسري. جولة للمدينة عام 1334 وقالوا لهم يتروحوا لتركيا بالقطار يا تموتون جوع، وجابوا واحد اسمه فخري باشا كثر الكلام حوله ما بين من يرى أنه مسلم كامل الإسلام ومن يرى أنه دكتاتوري جبار. هذا كلام للمؤرخ، ما أنا لا يعنيني سفر بارلك من الذي قام بها، يعنيني أنه جريمة ارتكبت بحق أهل المدينة أيا كان الفاعل. فجو جوعوهم وركبوهم القطار، اللي ودوا سوريا واللي ودوا أدنى واللي ودوا تركيا، بقى كما يقول الساعد وكما يقول يمكن أقل من 80 شخص. لما جاء الملك عبد العزيز وقع اتفاقية مع أهل المدينة لم يكن فيها إلا عدد قليل جدا، جوعوا الناس لدرجة أنه أنا لما قريت سيرة عزيز ضياء حياتي بين الخوف بين الجوع والحرب والحب ما قدرت أكملها، وأنا قلبي زي الحجر قاسي من كثر الأشياء اللي شفته. هم سحبوه عمره 6 سنين وركبوه في القطار هو وأمه غصب عنه. سفر بارلك تعني تتريك المدينة، فصلها عن الجزء العربي من جزيرة العربية وجعلها تابعة للأستانة في تركيا، لدرجة أن القطار لم يصنع لعيون أهل المدينة ولا شيء، القطار كان كله من أجل تسهيل خدمات الأتراك أو الدولة العثمانية نقلا، لكن وكان يقصدون راح كان وصل مكة وما راح مكة، فسحبوا خيرات المدينة. اللي سواه فخري باشا أنا في نظري 3 جرائم. الجريمة الأولى أنه أجبر الناس بالقوة بالتجويع أنهم يسافرون. الشيء الثاني وهو الذي لا يقبل أنه حول الحرم إلى ثكنة عسكرية وخزن الأسلحة فيها. الشيء الثالث كما يقول الساعد، كل هذه قال الساعد، الشيء الثالث أنه كان في ودائع وذهب وكوكب دري ومجوهرات تهدى من أيام الدولة العباسية للمدينة، كلها ضفوها وخذوها وديها تركيا وكتبوا أمانات. سؤال القانوني هنا، هل تستطيع مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في السعودية تقدم خطاب دولي وترفع خطاب باستعادة الأمانات وهي تساوي ملايين الريالات، لأنها هدية للحرم ليست للسعودية، للحرم تبقى في الحرم، هم أخذوها وإلى الآن مكتوبة في اسطنبول أمانات من الحرم المدني. سرقوها. هو طبعا الزاهد مؤدب قال نزع ايوه، اما هي سرقه تتريك المدينه كان فعلا لو تمت الخطوه هذه خطيره. شوف محاصره فخري باشا وشوف اللي جابه الساعد في الاخير طريقه الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز قال لا تفتحوا المدينه عنوه، صالحوهم، وارسل الشيخ عبد المحسن الفر من اهل المدينه وقال عسكر في جهه من المدينه وعطهم اكل وقل لهم حنا نبغى نضم المدينة للدولة السعودية بكل هدوء، ودخلت المدينة سلما دون أن تطلق رصاصة واحدة مع الملك عبد العزيز. بينما اللي كتب الآن عن سفر بارلك يدمي القلب بمعنى أنه تصور، يعني إيش أقول لك، أنه الناس وصلت إلى أنها تحفر وتدور حمار ميت من أسبوع وتطبخ وتاكله، ناس تحط خف البعير وتغليه وتشربه على المشربة، شيء لا يصدق أبدا أبدا أبدا. أنا قلت أنه لو كان هذا عمل فيلم يأخذ جائزة أوسكار عالميا، لأنه ليس هناك جريمة أبشع. ما يعنينا من الفاعل، لأنه فخري باشا يقول أنا كنت أحمي الحرمين من الإنجليز لأنه الأشراف كانوا مع الإنجليز، والأشراف يقولون لا أنه الأتراك مع الدولة الألمانية وهكذا. أنا يهمني أنه مجتمع ظلم وشتت وما بقي منه إلا 8 شخص. بدينا الآن نرجع للملاحظات على الكتاب. ملاحظاتي على الكتاب طالما أنه في جزء ثاني أنا أمون على أبو دعد وحبه. أول ملاحظة طال عمرك أن الكتاب 30% عن سفر بارلك
وفي استطرادات تاريخية عن الحرب العالمية الأولى والثانية و و و وكيف نشأوا الدولة العثمانية وعلاقتهم في المماليك. الكتاب تقريبا 250 صفحة. اللي يخص سفر برلك 30%، وهذا خطأ في البحث العلمي. أنا ودي أن أبو دعد هو قادر أنه توسع في موضوع سفر برلك، لأن الكتاب وعنوانه الفرعي قرن على الجريمة العثمانية في المدينة المنورة، لا ليس عن أصول العثمانيين. أصول العثمانيين هذا كتب عنه كتب، فثلث الكتاب عن سفر برلك. يمكن تكون الاستطرادات هذه ضرورة لشرح الثلاثين. ما لاحظت أنا والله، ودي أنا أحب أبو دعد، ودي التمس العذر، لكنها بعيدة. وحتى لو كانت مستوردة، أنت تتكلم عن سفر برلك، ما تكلمت عن نشوة العثمانيين وسطوم. بعدين هو بين هنا أن الأتراك لم يفعلوا مدرسة ولم يفعلوا أي قناة تنويرية، كل اللي سووا قواعد عسكرية وقطار ومصادر تجارية واستفادة فقط. وليش هم حبوا ياخذوا الحرم المدينة؟ لأنه عشان تصير خليفة أنت لازم يكون عندك جزء على شرف، أخذوا مكة ويأخذ المدينة عشان يصير عنده وصلة من الحرمين الشريفين في المدينة. الملاحظة الثانية وهي لا تقل أهمية عن الأولى، أنه تجاهل الدراسات السابقة، وهذه كبيرة. احنا استعرضنا كتاب الدكتور سعد طولة عن سفر برلك مليء بالوثائق. إذا قرأوا محمد ولا أشار له مشكلة، وإذا أنه ما قرأوا مع أنه صدر من قبل هذا بسنة فهذه مشكلة. أيضا رواية تمر والرصاص اللي استعرضناها هنا برضو، أبو داعد ركز على 6-7 باحثين، وكنت أتمنى يوسع الدائرة أكثر وأكثر ويجيب الروايات الأخرى. الثالثة طبعا داعب صاحب دار النشر لأنه صديقي، هذه ثاني مرة يعطوني كتاب، شوف في زوايد ما هي مقصوصة. فالآن هم قالوا لي تعال نعطيك 10، الحين أبغى 20. هذا كمان شوف كيف زايدة فيها، زايدة في زوايد هذه، فبتباع بس حق الزوايد تبيك 10 كتب. 10 كتب وبعثت بدوي حق تركي العواد اللي استعرضناه في صفحات ملغية، قال يعطيك 10. الحين لي في ذمة الدار الناشرة 20 كتاب مجانا. طيب يلا منك إلى دار النشر. أيوة هذا طبعا سفر الكلام كثير حول الكتاب. الكتاب ممتع وفي سرد وفي معلومات الحقيقة كثيرة لم يقولها سعيد طولة، لم يقولها السابقين. فأنا أرى أنه الثلاث الكتب تتكامل ولا تتناقض. جميل، والأصداء اللي حصل عليها الكتاب يستحقها الكتاب طبعا الثاني. الكاتب محمد السعد، شكرا لهذه القراءة، ويعني وفقا للقواعد اللي ذكرناها انه كل ما يقال هي وجهة نظر الدكتور احمد العرفج وفقا لقراءته للكتاب.